لكن كعملية مشاركة تتوقع أنه راح تكون مرتفعة في الساحة السياسية السنية؟ هسه يفترض أكثر من الساحات هكذا، ولكن أنا أشك أن السنة سيشاركوا بشكل كبير. إيه؟ وهذا خطأ طبعا. زين، ليش ما يشارك السني بشكل كبير؟ قلت لك بعد 2010 بعد ما مقتنع صار عندهم احباط انه خرج للانتخابات بنسبه عاليه جدا من المشاركه، حققنا اكثريه اكبر كتله فائزه القائمه العراقيه وما اعطينا الفرصه. واللي تكررت ايضا مع التيار الصدري. تكررت مع التيار الصدري، تكررت ايضا في موضوع يعني التزوير، يعني صار بشكل اكبر، والحديث عن التزوير صار بين الكتل السياسية بشكل واضح، وأنه أكو تأثير خارجي على نتائج الانتخابات. الفساد اللي صار واستعمال المال السياسي بطريقة بشعة جدا ويعني فاقعة الحقيقة، بحيث أنه الشخص النزيه الكفوء شوف انه ما عنده فرصه ان يفوز امام الشخص الفاسد، وهذه قضيه خطره جدا في المجتمع. انا اريد انطلق بسؤال من خلال حديث السيد الحلبوسي بعد قراره، اللي قاله عندما كان يركز كثيرا دكتور صالح على فكره الاستقرار الذي تحقق في المحافظات المحرره بفضل الخطاب السياسي اللي سعى اليه وبفضل الاجنده السياسيه اللي كان يحملها، وبالتالي كان يذكر في الوضع في المحافظات الغربية والمحافظات السنية بشكل عام. أسأل حضرتك، هل من الممكن أن يكون هناك قلق على الوضع الأمني في هذه المحافظات إذا ما اشتد الصراع السياسي، أم أن أجندة إرباك الوضع الأمني في تلك المحافظات ما عادت قادرة على إعادة سيناريوها القديمة؟ هو الرجل قال بعد 2014 استطعنا أن نجعل المجتمع هذا يساهم بشكل حقيقي في الانتخابات. تمام. أنا أسأل جنابك وأسأل أسأل إلى أيضا للجمهور، وين نسبة المشاركة كانت أكثر 2010 لو 2014؟ 2010 أكثر. 2005 لو 2014 كانت قائمة مغلقة والقاعدة موجودة وتهديد بالقتل وما إلى ذلك، والناس طلعت للانتخابات. 2014 بالعكس يعني صار عزوف كبير عن الانتخابات. فهذا الحديث ما كان صحيح حقيقة انه بهالطريقة هذه، كأنه الآخرين ما قدروا يسوون شيء وهو الوحيد اللي قدر يسوي شيء. اصلا ما صار شيء في هذا الجانب، ما صار شيء. واللي بجوانب اخرى ممكن نقول يعني تقدم، اقول لك ممكن، لكن جوانب الانتخابات ما صار. نجي على استقرار السياسي، استقرار المجتمعي وانعكاسه على الامن، صار مو نتيجة العمل السياسي، صار نتيجة لأنه المحافظات السنية تعرضت إلى ضربة كبيرة جدا هزتهم من داخلهم. وتجربة بزيبز خلقت عندهم رد فعل كبير من أي تعرض أو أي محاولة لتشنيج الأوضاع. يعني حتى ما تقول له على مظاهرات بعد ما يعني ما يتقبل كلمة مظاهرة بعد. الحالة التعرضية عند هذا المجتمع ضعفت بشكل كبير جدا. هذا السبب، مو سبب الاستقرار السياسي وغيره، لا.